عندما يستجاب يا اخواني يونس عليه السلام كان في بطن الحوت في ظلمات ثلاث، في ظلمة الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل. من سمع دعائه؟ الله. وذنوني ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. عندما يستجاب يا اخواني يونس عليه السلام كان في